أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فلا بد من القيام بالدولة المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس. أهلنا وشعبنا في الجزائر دوما هم من أصحاب الناس اللي فعلا مثبتين أنهم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. والله هذا الشعب يا جماعة سبحان الله حبه لفلسطين عظيم جدا، وأهلنا في فلسطين يفتخرون لحب الجزائر. والله بكل تأكيد حتى ولو على حساب مصالحهم الشخصية، فبكل تأكيد الشعب الجزائري مثبت دائما بأنه مع القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة. فبكل تأكيد كم نفتخر ونعتز بكم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر العظيمة. بداية مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناة أنا حسام أبو الحاج. رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة عبر منصتي أنا المتواضع حسام أبو الحاج. أتمنى أن تكون فيديوهاتنا قد تنال على إعجابكم، وأتمنى أن نكون نوصل رسالتنا نحن كفلسطينيين ولو بأقل الكلمات، ونوصل شكرنا وعرفاننا دوما لعطاء أهلنا في الجزائر لفلسطين. كلنا نشهد العطاء المبارك من الجزائر لفلسطين، وكلنا نشهد المحبة الدائمة بين فلسطين والجزائر. طبعا احنا بنعرف انه الجزائر هي الاولى افريقيا، هي الاولى عالميا، هي الاولى عربيا، هي الاولى على الشرق الاوسط، واليوم اصبحت هي صاحبة رئاسة علماء فلسطين. الحمد لله ولفضله لهذا، وهم يستحقون هذا العطاء المبارك وهذه الكرامات وهذه النعمة التي تأتي لهم من عند الله عز وجل. طبعا احنا بنعرف انه الجزائر موجود بها خط غاز ممدود لإسبانيا وممدود للمغرب وممدود لفرنسا وممدود لبعض الدول المجاورة، ولكن اليوم الجزائر تشترط على فرنسا وعلى إسبانيا إذا أردتم أن تستمر العلاقات فيما بيننا فلا بد بالضغط على إسرائيل بعدم أذى فلسطين أو أن لا تضر، أن إسرائيل لا تضر إسرائيل. يعني هم بقدر الإمكان قاعدين بدهم يحاولوا يبعدوا الأذى عن فلسطين، بدهم يحاولوا يضغطوا على الدول المجاورة. بنتعامل معاكم بشرط بنكون تبعدوا، إنكم تشاركونا بأن احنا نبعد الأذى عن فلسطين. يا الله، هم في بلادهم قاعدين على استعداد يخسروا مصالحهم وعلاقاتهم الدبلوماسية والاجتماعية مع البلاد المجاورة مقابل أن يعملوا شيء لفلسطين، مقابل أن يقدموا شيء لفلسطين، أن يكونوا سببا في سعادة كل فلسطيني. فهذا شيء عظيم نفتخر ونعتز به ونحتدي به أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. والله والله عطاءكم أصبح كثير، عطاءكم أصبح كبير في قلوبنا وفي عقولنا وفي جداننا. والله كم نفتخر ونعتز بكم وكم نحبكم. يعني إحنا بنشوف يعني قبل فترة لما كان بده يجي الصهيوني هذا مع ماكرون رفضت لأجل فلسطين، قالت ممنوع صهيوني يدخل أرض فلسطين أرض الجزائر عشان فلسطين لأجل فلسطين. غير ذلك لما بصير شغلات كتير سواء في مباريات سواء في شغلة بيرفعوا العلم الفلسطيني. يا أخي دايما نصرين للشعب الفلسطيني. شو هالمحبة العظيمة، شو هالعطاء الكريم. والله كم نفتخر ونعتز بكم أهلنا بالجزائر. والله مهما قلنا من كلمات وعبارات فلن نوفيقكم حقكم، فأنتم عظماء في نظري كل فلسطيني، في أصغر طفل فلسطيني وأكبر طفل فلسطيني وأكبر شيخ وصبية. فنحن والله نحبكم ونعشقكم. طبعا احنا واحنا بنقلب على الانترنت شفنا انه الجزائر تشترط على إسبانيا وعلى فرنسا اذا اردتم ان تستمر العلاقات الدبلوماسية فيما بيننا فعليكم الضغط على المتصهينين بان يبعدوا الاذى عن فلسطين. عن جد الجزائر قدر الإمكان بدها تقدم لنا مساعدة. هذا شيء ادلى فيدل على عطاء كبير من أهلنا في الجزائر. هم يحاولون قدر الإمكان وفي كل وقت وفي كل حين أن يساعدوا فلسطين بكل ما يملكون، أن فعلا أن يقولون أن يكونوا بلد أفعال وليست كما يدعي بعض المتصهينين المطبعين بأن الجزائر بلد أقوال فقط لا غير. لا، الجزائر بلد أقوال، بلد أفعال، بلد تستحق منا كل الاحترام وكل التقدير. فعلا يعني تثبت للعالم أجمع، وهذه للأمانة لازم إحنا كنا كدول عربية نتخذ أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر عبرة كريمة ونعمة عظيمة، ونتعلم منهم هذا الكرم وهذه الشهامة وهذه الرجولة وهذه البطولة التي
توجهها اتجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها العظيم بجانب الشعب الفلسطيني. ولا ليسنا في هذا المقام إلا نقول لكم شكرا شعب الجزائر العظيم شخصا وحكومة وكبارا وصغارا وشعبا وجيشا كمان، يعني كم نفتخر ونعتز بكم. والله 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 إن لم تجمعنا الأرض ولم تجمعنا الدنيا فسيجمعنا الله، وسيجمعنا الكعبة المشرف، وسيجمعنا الصلاة في المسجد الأقصى قريبا. باتت فلسطين محررة من دنس الاحتلال الصهيوني بإذن الله تعالى، ولا مكان للاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فبكل تأكيد أحبابنا الكرام نشكركم كل الشكر على عطائكم المبارك لأجل فلسطين. نتمنى دوما أن تكون الجزائر يعني مساندة لفلسطين، وأن الدول الثانية المطبعة كالمغرب وفرنسا وغيرها وغيره وغيره أن يتخذوا فلسطين أو يتخذوا الجزائر عبرة. لما الجزائر هيها على حق فدائما ربنا بكرمها بالكرامات العظيمة أكبر تلو الأخرى أكبر تلو الأخرى، لأنها والله بلد على حق، والله أهلنا بالجزائر بلد على حق. في هذا المطاف لابد أن نشكركم على مبادراتكم، حتى وإن لم تنفذ فنشكركم على مبادراتكم، والله نشكركم على مبادراتكم. كم نفتخر ونعتز بكم، كم نحبكم، كم نعشقكم، كم نسأل الله أن يوفقكم ويوفق دربكم بإذن الله تعالى. وبس يعني مش هنقول أكتر من هيك، والله قلنا لكم مهما قلنا وعبرنا من كلمات شكر وعرفان فسنبقى عاجزين عن وصف محبتنا لكم وعن وصف يعني كل شيء جميل بقلوبنا اتجاهكم. كم نحبكم أهلنا وشعبنا بالجزائر، نسأل الله أن يديم عليكم الأمن والأمان ونبعد عنكم شر الأعداء بإذن الله تعالى، أعداء الإسلام وأعداء الله عز وجل. فنحن نحبكم نعشقكم بزاف على قولتكم وخاوة على قولة الفلسطينيين، وسيدوم هذا الحب بإذن الله تعالى. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم العلمي الفلسطيني حسام الحاج، بأمان الله واستودعتكم ربي. معلومة، القدس عاصمة لفلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن سيحرر فلسطين هي فلسطين والجزائر. وإلى اللقاء. Jason.